بالمعلم التهامي ناشط حقوقي في مجال محاربة الفساد والرشوة. في مثل هذا اليوم يحتفل مغاربة العالم في المغرب وفي ربوع المملكة باليوم العالمي للمهاجر، ومن خلال هذا المنبر نريد أن نقول بصراحة أن هناك بعض الأشخاص خارج الوطن يروجون لأكاذيب ولإشاعات سوداوية عن الوطن وعن المواطنين المغاربة. نحن هنا في المغرب نحارب الفساد وفي بعض الأحيان نتابع أمام المحاكم، فبالتالي نتوجه إلى هؤلاء الذين يروجون الفكر التطرفي والأفكار السوداء عن المغرب بأن أن يأتوا إلى المغرب ليعبروا عن آرائهم بكل حرية، وأن اللجوء إلى الخارج وإطلاق العنان لإشاعة لا أساس لها من الصحة وتسيء للبلد. فإننا من خلال المنبر نطالب من المهاجرين المغاربة في الخارج الابتعاد عن كل ما يمس بسمعتهم وسمعة الوطن. حفيظ جدعان، ممثل الجالية المغربية لعمالة سالة. كما يعلم الجميع على أن يوم 10 غشت أصبح يوم وطنيا للاحتفال والاحتفاء بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وإننا نجد فخورين بالعناية المولوية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ناصره الله للجالية المغربية من خلال التعليمات السامية التي يعطيها في أكثر من مناسبة للنظر في تحسين ظروف الاستقبال وكذا مشاكل وهموم هذه الجالية، سواء في المصالح القنصلية بالخارج أو في المصالح الإدارية داخل أرض الوطن. الغرض من هذا اللقاء التواصلي هو فرصة للالتقاء مع جميع المصالح الإدارية والأمنية للنظر في مشاكل الجالية ومظلمتهم. وكما يعلم الجميع عام على عام تتحسن، ما بقاش هذوك الصعوبات الإدارية الحمد لله. في أي وقيتة تمشي دابا دير المكاتب خاصة كاع الإدارات المغربية للجالية المغربية. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة